اسمحوا لي في البدء أن أحيي هذا المؤتمر الكريم، وأن أبارك الجهود المخلصة والعقول النيرة التي أسهمت في إعداده وثابرت على إنتاج محاوره ابتغاء لمرضات الله جلت قدرته وارتقاء لمستوى المسؤولية التاريخية التي تستلزم من كل فرد في المجتمع العراقي النهوض بها لدرب جرثومة الفرقة والتباعد والتباغض على خلفيات طائفية زائفة. إن مما لا يختلف عليه راشدان أن النعرات الطائفية التي كادت أن تعصف بالسلام المجتمعي لشعبنا وتهتك وحدته واحدة من الظواهر الهجينة الغريبة على كيونة شعبنا، فلم يشهد في أي مرحلة من مراحل دولته الحديثة أن تنابز بها أو استحكمت بسلوكه أو حددت نظامه الاجتماعي أو أثرت في تكوينه أو باغضت بعضه على بعض، لكنها بعد العام 2003 وبسبب مواضعات بعضها داخلي وبعضها خارجي كادت أن تحيد بشعبنا عن وحدته، لولا فراسته المدببة ووعيه المكين فمزق بعض صحائفها وما زال عليه أن يزيل ما تبقى من بثورها كي يستعيد عافيته وألقه ووحدته ويستعيد العراق دوره الريادي في المنطقة والعالم. لقد جاء الإسلام واحداً غير متعدد وسيبقى واحداً غير متعدد بقوة إيمان المؤمنين به، رسالة ربانية واحدة إنسانية تسامحية شاملة كلية كاملة لا غنى للبشرية عنها في إقامة عالم تسوده العدالة والأخوة والمساواة والتكافل. ولم تكن في الإسلام نصاً مقدساً ورسالة محمدية شريفة طائفية من أي نوع كان، وإن عمد مزيف التاريخ الإسلامي إلى دس الغلو والتطرف اللذان استحال إرهاباً متوحشاً ونزعات دموية وتحويل الإسلام من رسالة ربانية إلى أحداث ووقائع شخصانية بالغ المزيفون في إضفاء البغضاء والكراهية في بطونها، فإنهم لم يشوهوا الإسلام وقد حفظه الحافظ إلى يوم يبعثون، إنما شوهوا تأريخا لا يجد العاقل المتبصر أي عناء في كشف زيف بعض مدوناته وكذبها. لقد أريد من إثارة النعرات الطائفية التي كان من أهم نتائجها الإرهاب تأليب العراقيين على بعضهم كي يتمكن الآخر المتربص الطامع أن يعبث بوطنهم وينهب ثروتهم ويحولهم إلى شتات متناحر ضعيف هزيل تأخذ الريح حيثما تشاء وتسوقه العواصف حيثما تبتغي. وحين نتصدى هذا اليوم وعبر هذا المؤتمر الكريم وبجهود لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان العراقي وبهذه النخب الفاضلة، حينما نتصدى للطائفية والغلو والتطرف والإرهاب، فإنما نتصدى للدفاع عن وجودنا وعن أجيالنا المقبلة وعن وطن اختاره الباري عز وجل مهبطاً للنبوات والرسالات ومنبعاً للحضارة والمدنية الأولى. ولهذا يتوجب علينا ونحن نرى أن الاجتهاد في الإسلام مصدر ثراء له لا مصدر إضعاف، وأن الاختلاف في أمة محمد رحمة ونعمة من أجل التنوير والتطوير والتجديد، ألا نكتفي بالدعوة إلى تحريم الدم المسلم وغير المسلم وتحريم النيل من عقائده وشعائره وتحريم التمييز بين العراقيين بكافة أديانهم
وأعراقهم ومذاهبهم، بل أن نذهب إلى تقنين عقوبة كل من يسفك الدم الذي حرمه الله، ومن ينتهك دار العراق وجامعه ومسجده وكنيسته ودار عبادته وجامعته ومكان عمله، وكل من يسعى إلى بث سموم الطائفية والفرقة والإرهاب والبغضاء والكراهية، وأن لا تأخذنا رحمة أو شفاعة بمن يريد أن يجعل شعبنا شرابا ومللا تتصارع فيما بينها، فيما العالم كله ينشد الوحدة ضمانا للتقدم والرخاء والقوة والرفقة. ولهذا أدعوكم أيتها الأخوات أيها الأخوة إلى أن تعملوا في توصياتكم نصوصا قانونية، فقد علمتنا التجربة أن النيات الطيبة لا تكفي لدرء المخاطر والسيئات، وأن القانون وحده هو الذي سيزيل عن شعبنا غاشيات الطائفية والغلو والتطرف والإرهاب وداعش والسلاح الخارجي عن سلطة القانون والدولة. إن السلم الأهلي الذي تنشدون وضع بعض أسسه في هذا المؤتمر، وضعت بعض أسسه في هذا المؤتمر، لن يتحقق إلا بسلة قانونية حاسمة تعتمد على مبدأ التعايش السلمي جوهرا لها، والحاجات الاجتماعية التي أفرزتها التجربة إطارا لتوصيفها ومعالجتها، فاعملوا على هذا. بارككم الحي القيوم وسدد خطاكم ووفقكم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.